كثير جدا. يمكن استاذ عماد الدين جلدال قبل ما ندخل لموضوعنا بيكون بها غرف طوارئ النيل وارتفاع لم يشهد السودان مثله قبل يمكن 100 عام. يعني البلاد تعيش في حاله من الطوارئ. نسال الله السلامه دائما، فرصه للامنيات ايضا. نعم طبعا 2020 دي يمكن يكون كلها بدت بكوارث بتاعت كورونا وهسه الكوارث بتاعت النيل. لكن دائما لاحظ النيل في السودان، صحيح بالرغم من انه هو الدور ده يعني المناسيب بتاعته عاليه جدا، لكن برضه المناطق اللي اصبحت متاثره متكرره. نعم يعني كثير جدا من المناطق هي متكرره، ونحن عندنا مثال يعني هسه انا يعني واسي كل الناس في السودان بانه تهدمت منازلهم، اللي تشردوا من بيوتهم، اللي قعدوا برا النيل شردوا، وعدد ماهيين صراحه يعني شيء مغلق جدا. والخوف الاكبر شديد جدا من الاوبئه التي تتلي أو تتلو هذه الزيادات أو الفيضانات، لأن المراحيض تأكيد طبعا هي بتقع بعدك بيجي الذباب بي والأخرية، فبالتالي المجهود بعد شوي حيكون أخطر من كورونا أو الوباء قد يكون أخطر من كورونا في ظروف الظل الحاجات زي دي. وما في أخطر طبعا برضه يا أستاذ ما قاطعك، ما في أخطر منه أنت تبقيت بيتك بالكامل يعني تكون ما في بيت، تصبح بدون مأوى بدون أكل وبدون مأوى، وبعد شوي حتكون بدون صحة، ودي الأخطر. والإنسان هو قوام الحياة طبعا، ما في بناء، ما في ثوره، ما في بدون انسان. نعم. فمهما كانت اللجان الشعبيه، اللجان المقاومه، مهما كانت اللجان الاحياء بذلت مجهودات، لكن لابد من انه الدوله تكون عندها شو معينات. لكن انا بناشد الخيرين، يعني بقول انه حقه نحن ما نكتف الدين وننتظر الدوله وننتظر المحليه وننتظر الاخريه، الناس الخيرين في الحياه، الناس الخيرين في الدوله، انه حقه يعني الاموال بتاعتهم يقوموا يساعدوا بها الاخرين، يساعدوا بها اهلهم، يساعدوا بها الانسانيه دي المفروض تكون موجوده. يعني احنا ما ننتظر لحد تجي منظمات الاقاصه من برا عشان تقيسنا، ونحن هنا ده لو شفنا بس حفله بيخطوا فيها النقطه بتاعت القروش احنا كاننا نحن ما برا السودان. لو كل زول داير يعرس الليله دي ماشي ياجر له صاله ب 150 مليون يديها لاخوانه، لو كل زول عايز يحج اربع حجات حقه يديها لاخوانه، لو كده يعني حقه شويه نتنازل عن نفسنا، حب لاخيك ما تحبه لنفسك ابدا شويه. نعم. عن الأهل. وبالمناسبه طبعا انا برضو يعني انا اقول لك انه اواسي اهلي في سنجة والرماش، فسنجة والرماش الحتات دي ومبنين نفس الحتات الخشفيه النيلي، صحيح النيل هو زاد كثير جدا عن المنطقه التي كان شنو من بدري يجي فيها، لكن متوقع والحته اللي فيها النيل دي هي نفس الحته كل سنه بيجي فيها، لكن ما بنفس المناسيب، فبالتالي كل زول في المنسوب الفات او في الزمن الفات مجرى النيل ثابت وثابت وثابت، فيبدو انه هسه الان كل الانذارات موجوده، الكوارث وارده، وربنا يستر ان شاء الله، ونسال الله انه ربنا يقي الناس شر والله هذه المشيئة. نتمنى في السودان بشكله الجديد بمفهومه الجديد، السودان ما بعد الثوره نشوف في المستقبل القريب حلول جذريه تماما لاشكالات زي دي، زي ما انت اشرت انه في ناس في مجرى النيل، الموضوع لازم يكون في حل جذري تماما، نبعد شويه عن التفكير بالعاطفه استاذ. نعم وانا اناشد كل الثوار زي ما هبوا في الشارع وانتزعوا ثوره بتاعت 30 سنه الان يهبوا للشارع وينزلوا الى الشارع لاقاصه منكوبي الفيضان، ويد على ايد تجدع باي. نعم. وإيت المنتج الحلقة شكلها مستلملة مال مسروق، عشان كده داير تشوف في الحياة زي طيب. أستاذة فاطمة أشهد لي استلام المال المسروق عنوان الحلقة اليوم والفقرة. نعم انا طبعا في تحديد حاصل، وان شاء الله زميلنا نزار مسجله عشان انا عندي حق ارفع برضه صح؟ نعم دعوه. نعم 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 استلام المال المسروق، الحاجه خلينا نقول الجائحه الغذائيه دي المال المسروق. نعم في نوع لو عاوزين نعرفها في اطار القانون. طيب قبل ما نخوض في تعريف المال المسروق والمسائل دي، انا عايز اقول انه في ظاهره جديده بتاعت السرقه بتاعت الختف. وما كانت موجودة لكن ما ليس بنفس الكسرة في الصيدليات في المواتر وإلى آخره. نشوفها الفيديوهات يعني. فيديوهات نعم. نعم. فبقت زي ظاهرة ما قليلة الحدث إنما كثيرة الحدث. إضافة لأنه زوار الليل. زوار الليل زمان كان الذهب وزمان كان الملايات والتلفزيون لا هسه الموبايلات، ما خف وزنه وما زاد سعره. طيب المال الناس اللي بيشيلوه ده والبيسرقوه ده لو لا في وجود تصريف ليه او سوق ليه ما كان السرقه زادت وبقت كثيره. واحد. اثنين الحوجه الى السرقه كثير جدا بنشوف انه
في حاجة خطرة جدا اللي هي المخدرات. المخدرات في انتشار، بالتالي الحوجة إلى المال تؤدي إلى السرقة، ومش كده وبس، والسرقة في داخل البيت. والسرقة دي لما تتم لو لا وجود تصريف أو شخص مشتري لهذا المسروق، لما سرق السارق وهو متيقن. إضافة اللي كده بصراحة شديدة جدا، بنلقى الليلة الشعب السوداني يتحدث بالموبايل بطريقة مبالغ فيها. يعني يمكن يكون أنا أقول لك، يعني يكون شركات الاتصال هي معظم الشركات اللي هي دخل عالي جدا من الاتصال في السودان، والسودان بيتكلم بشنو؟ بالفي والمافي. أضف لكده الفقير والقنيان الآن يحمل موبايل ذو قيمة عالية جدا مقري للسرقة. كده إحنا ده الوسط بتاعنا، ده المجتمع بتاعنا. عشان كده السرقة بقت متوفرة، بقت موجودة، بقت سريعة، لأنه الأشياء بقت قيمة ومملوكة لزول. أبسط الأشياء، أبسط زول ممكن يكون شايل له تلفون بسبعة ثمانية عشر مليون. كان زمان يعني فاطمة شاذة العزية. نعم. تلفونها ماذا أقول السعر كم يتسرق؟ نعم. يعني يدخل ضمن المال المسروق. طيب. 50 مليون. 50 مليون. طيب 50 مليون دي فاطمة الشاذة لو جيت 50 مليون دي كان ممكن تقول نجيب لها حاجة أحسن من تلفون، تلفون ريبيكا كان كفاية. ترى من 50 مليون ممكن تتبرع من 50 من حاجة تانية. أزاي فاطمة كم ولا أقل من فاطمة كم ولا أكثر من فاطمة كم؟ يبقى دي قيمة الموبايل، يبقى قيمة الموبايل ده هي واحدة من المغريات اللي إنه يكون في سرقة. يكون في سرقة. بالتالي يكون في مباع. مباع نعم. في سوق الحرامية. طيب قبل ما أدخل للمسألة بتاعت المال المسروق لازم أقول لك طرفة جميلة جدا وهي حقيقية وليس يعني خيالية. طيب. كان زمان في جنب الجامع الكبير في سوق الحرامية بيبيع بدون مؤاخذة الأحذية. الناس بس يقول أحذية من شنو؟ من الجامع. فعندنا قريبنا بدون مؤاخذة طلع ولقى حذاءه ما في، فجاء اليوم التالي لقى الحذاء معروض، فقال للحرامي الحذاء ده بكم؟ الحرامي قال لي يا أخي عليك الله قيسه، لو قدرك ما بنختلف. قال لي لا أنت خليني من قياسه. هو بكم؟ قال لي يا أخي قيسه، لو قدرك ما بنختلف. قال لي لا أنت قيسه. في النهاية هو مصير إنه بكم، والحرامي مصير إنه يقيس الحذاء. فبالتالي الحرامي اكتشف المسألة إنه شنو؟ ما ياها. قال لي يا ابن العم لو سمحت الحذاء بتاعك. قال لي شيله، تفضل شيله، يلا ادينا. طيب المال المسروق هو طبعا من الجرائم من اسمها جرائم الأموال، وهي طبعا هي الناتج عن السرقة، الناتج عن السرقة. طيب شنو تعريف المال المسروق؟ طيب ما هو المال المسروق؟ طيب لابد أن نفرق بين شيئين، المنقول والثابت. المنقول والثابت. والثابت. العقار ثابت بشهادة بحث، العربية بشهادة بحث. طيب. أما القلم والموبايل منقول. والقانون بيقول الحيازة في المنقول سند الملكية. الحيازة في المنقول سند الملكية. يعني المنقول ده موبايل في يدي، حيازتي له ده سند ملكيتي له. سند الملكية بتاعت الأرض بتاعتي شهادة البحث، سند الملكية للعربية شهادة البحث. لحين قلمي طالما في يدي هو قلمي، ومن يدعي خلاف الظاهر عليه أن يثبت. ومن يدعي خلاف الظاهر عليه أن يثبت. دائما السرقة ما ممكن يكون سرق الأرض، ممكن يسرق عربية، لكن لما نجي حولها إلا يزور. عشان كده التزوير يرد في الأشياء المسجلة واللي هي شهادة بحث وإلى آخره، لكن العربي ممكن يسرقها ويشليها، هذا موضوع ثاني، لكن ما يقدر يحولها في اسمه إلا بتزوير. كل مسجل ثابت؟ مسجل ثابت. ممكن يكون متحرك لكن مسجل يعني، لكن في النهاية مغيد ملكيته شو؟ مقيدة بمستندات. بمستند. أما المتحرك أو القلم، الموبايل، إلى آخره، ده كله منقول، اسمه منقول. نعم، مستند وموثق قانوني. نعم، منقول، والمنقول ده سند ملكيته حيازتك له. طيب بالتالي القانون عرف المال المسروق، قال يعد المال مسروقا هو المال الذي انتقلت حيازته من شخص عن طريق، من شخص إلى شخص آخر عن طريق الحرابة، التملك الجنائي، الابتزاز، خيانة الأمانة، الاحتيال، والسرقة. ست أشياء. مال منقول انتقل من حياة الشخص لحياز الشخص آخر، ناتج عن حرابة، احتيال، الاحتيال، أمانة، تملك جنائي، ابتزاز، سرقة. ست أشياء. أوكي. الست أشياء دي كلها جرائم، لما تنتج بينتج عنها شنو؟ مال. والمال ده منقول.
يعني ما ممكن نقول والله يا اخي احتلت علي في قطعه ارض الا اكون زورتها، احتلت علي في تخت في تح في عربيه في عكي الا اكون زورتها. لكن احتيال مال، الاحتيال بيجي بعد ده، ما هو الاحتيال؟ ما هو خيانه الامانه؟ ما هو السرقه؟ ما هو الحرابه؟ والى اخره. طيب الحرابه طبعا معروفه انه هو استخدام التهديد او القوه في منطقه خارج نطاق السكن، لا يجوز او لا يمكن للشخص ان يستقيث بالحرابه والى اخره. طيب نجي لخيانه الامانه، زول مؤتمن على مال او تحت ادارته او تحت سيطرته، قام تصرف فيه او جحده او نقله للقير بسوء قصد، بسوء قصد. لما نقول نقله للقير او جحده معناه الغير ده منه باشا باعوا لمنه لاكس او زيت. طيب نجي للاحتيال، شخص الاحتيال هو اتخاذ وسائل احتياليه بسوء قصد لانك تصل لانك انت تسبب خساره لشخص معين غير مشروع او منفعه غير مشروعه لك انت، وبطريقه الاحتيال ده قمت عملت سببت جبت مال واكتسبت حاجات كثيره جدا، والمال ده قمت شنو حولته لشنو؟ لشخص اخر. الابتزاز، قمت بعثت في شخصي في شخص نفس شخص الخوف او التهديد انك انت لو ما اديتني الحاجه دي بعمل لك كده، لو ما اديتني او شيل مسكت ولدك وانا رهينه، لو ما اديتني قروش ما بديك الى اخره، اديني موبايلك خذ لي الموبايل في الحته الفلانيه. بعد ما شلت الحاجات دي امتلكتها قمت شنو انت نقلت على شنو الشخص، وهكذا الاحتيال والى اخره. يبقى المال المنقول الناتج عن الست اشياء دي لشخص اخر، نعم. هذا هو يعتبر المال المسروق. ده المال المسروق. طيب نحن نقع في طائرة استلام المال المسروق متين؟ طيب هو لو ما في جريمة في ستة أشياء الاحتيال وإلى آخره وما في مال، يبقى في من البداية ما في شنو؟ ما في جريمة أصلاً. ما في جريمة، نعم. لكن لابد من شنو؟ أول حاجة يكون الأشياء الستة دي وقعت، ومن ثم ينتقل المال. طيب من هو الذي يستلم المال المسروق وما هي جريمته؟ طيب طيب قال من يرتكب بسوء قصد استلام مال مسروق او اخفائه او التصرف فيه او الاحتفاظ به مع علمه انه مسروق يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز 5 سنوات كما يجوز عقوبته بالغرامه. ابقى حجر الزاويه بين استلم مال مسروق او الاحتفاظ به هو عارف او التصرف فيه مع علمه انه مسروق. حتسالني طوال تقول لي طيب وانا اعرف كيف انه مسروق؟ طيب شيء طبيعي طبعا. طيب كلنا بنعرف البين على من ادعى واليمين على من انكر. نعم. بنعرف انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته دون شك معقول. بنعرف انه المتهم ما ملزم يثبت براءته طالما هو بريء حتى تثبت ادانته. لكن لاحظ مع علمه انه مسروق. مسروق. كأنه القانون رفع عبء الإثبات من الشاكي إلى المتهم. بمعنى شنو؟ عندنا حاجة اسمها القرينة القانونية، القرينة القانونية، أقول لك المتهم بريء دي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس. وجود المال المسروق الناتج عن احتيال، الناتج عن خيانة أمانة في يدك، في يدك بين ظرفية إنك أنت على علم إنه هذا المال مسروق. بين ظرفية إنه هذا المال في يدك إنه حتى مسروق. حتى أثبت العكس. جاي لك. طيب. وجود المال الناتج عن سرقة، خيانة أمانة، احتيال، ابتزاز، تملك جنائي، وجوده في يدك. أنا ما جيت لافي في السوق لقيت موبايلي ما بيغبى علي بيصير النمبر بتاعته. وانا فاتح بلاغ موبايلي ده سرق. وجود المال في يدك انت واصلا المال ده مسروق وانا فاتح بلاغ وانا عندي المستندات بتاعتي كلها، دي قرينه على انك انت عندك علم اشتريت هذا المال مسروق. يبقى انا الشاكي وجيت موبايلي القانون قال لي ما تثبت انه هو عنده علم انه لما اشتري الموبايل ده كان مسروق، هو اللي يثبت انه ما كان يعلم الموبايل مسروق. وجود الموبايل في حد ذاته في يده والموبايل مسروق مفتوح فيه بلاغ قرينه قانونيه انه يعلم. طيب هو يثبت كيف انه الموبايل ده ما كان عنده علم لما اشتراه انه مسروق؟ طيب دي طبعا كل زول منتظر الحته دي، يا استاذ يا اخي انا شلت تلفزيوني
من بيتي فلست عطيه ده معاي 24 ساعه. شلت موبايلي اجيب له فاتوره من وين؟ اجيب له مستند من وين؟ وبيحصل كثير جدا في الظرف في البيت، الزول بيبيع حاجاته عشان شنو؟ عشان يتصرف، امشي الدلاله دي. وبعدين انا حاجيك لموضوع الفواتير ده، لانه برضه نقطه مهمه داير طيب. نتكلم عنها. انا يا استاذ موبايلي مشيت ابيعه، فلسته، تلفزيوني مشيت ابيعه، عندي الايجار مشيت سته كراسي، عندي ثلاجتي، عندي حاجاتي، دي كلها منغولات، دي كلها منغول، مال منغول. طيب. والمال المنغول انت قلت المال المنغول في حيازه الشخص سند الملكيه. طيب انا مشيت بعته، هالزول ده يعني قال لي يا اخي حاجتك دي بكم؟ انا مفلس يا اخي مسخنه معي، بعته له. القانون قال العلم هنا انه مع علمه انه هو مسروق حاجه افتراضيه. طيب. افتراضيه لانه المال اصلا مسروق. طيب الموبايل ب 50 مليون زي حق فاطمه ده. الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له، كويس؟ تذكر تتصور ان الحرامي ده حيبيع ب 50؟ لا طبعا. طيب لو فاطمه مشت لقته معروض وقالت للزول الموبايل ده بكم؟ حيقول لها لو ما ب 50 ب 45. لكن الشخص اللي اشتراه من الحرامي ده تفتكر حيشتريه بكم؟ 10 5. دي واحده من الاشياء اللي بتثبت انك انت اشتريت هذا المال بطريقه ما علمك بيجي من وين؟ من السعر. من السعر. او الظروف ما عنده علاقه اصلا. او الظروف المحيطه. طيب. انا شغال اي شغله حره، جيت لزوج جبت له 10 موبايلات وبسلام منه زول واحد، هذا ظرف يدل على انه هذا المال مسروق. يعني انا ذاتي المفروض اتحرس واكون حريص جدا، ما في منطق. انا بعرف فلان ده جاري في الحله شغال شغله هامشيه عاديه، فجاه جاب لي شاشه قدر الضربه، قال ده ربيعه. هو لا عنده شاشه في بيته ولا عنده كهرباء في بيته. هنا الحذر وين اللي عملته انت؟ بس مجرد السعر البخس، مجرد انه الزول ده ما تحررت عنه الى اخره، بيوقعك في دائره القانون. عشان كده التحرز والاحتراز وتكون فطن جدا للاشياء هي واحده من الدلائل اللي انت بتثبت بها انك انت ما كنت عارف انه هذا المال مسروق. لكن لو ممكن تقول لي تليفون ب 50 اشتريته ب 10، بالرغم من انه مرات في ناس بيكسروا كسر تشتري. فبالتالي الظروف المحيطه بالشراء، الكيفيه بتاعت الشراء، ثمن الشراء، هي بتؤخذ في القانون، هي من الدلائل اللي بتدل على انك انت كنت تعرف انه المال ده مسروق. طيب الحرص ده انت اشرت لزمن مثلا ده كمثال. نعم طيب نعم. البيع بدون فواتير، الزمن ده البيع بدون فواتير كثير جدا، حتى الحاجات اذا مشينا مثلا المحلات بتاعت التليفونات المختلفه، انت ممكن تشتري جهاز جديد من غير فاتوره، ده شيء رائع جدا يعني، لانه اختلاف الاماكن مثلا نشتري منها بصوره عامه، وحتى الحاجات القديمه من البيت انا فلست عاوز ابيع، فهذا برضه رائع. الناس تتعامل كيف يعني؟ هنا الحرص بيكون وين؟ طيب هو دي الاشكاليه الحقيقيه بتاعت الثقافه بتاعتنا. طيب الثقافه بتاعتنا يعني نحن جديد وقديم، الفاتوره دي ما قاعد نتعامل، ما قاعد الحاجه فيها فاتوره يعني حاجه تعرف انك تطلبها، يعني حاجه كمستند اصلا من الطلبه. بمعنى انا عندي بترينه بتاعت موبايلات. طيب جيت حسام انت عرضت لي شنو؟ التليفون بتاع فاطمه. احنا تليفون فاطمه لا نشتغل فيه لحد اخر الحلقه. كويس؟ جيت عرضت لي تليفون فاطمه. لما عرضت لي فاطمه بسعر مغري انا اشتريته منك، لكن انت منو؟ تليفونك كم؟ القاك وين؟ اذا جو قبضوني والى اخره، ما عندي اي احتراز لهذه المساله. هذا يعتبر اهمال، وقد يفقدني التليفون اذا ثبت انه فعلا مسروق بيشيلوه مني. اقل حاجه بشيلوه مني بتعتبر خساره بالنسبه لي انا. يعني انا بكون متهم بانه والله استلمت مال مسروق، وثبت فعلا المال مسروق، وثبت سيده منه. اول خطوه هذا المال يرجع لسيده. انت هترجع لمنه؟ طيب انا رجعت شالوا مني المال ده ورجعوه لسيده بعد ما كنت متهم وبروني، لانه والله انا ما كنت عارف انه شنو المال مسروق. لكن الخسائر اللي خسرتها كم؟ المال التليفون رجع. التليفون رجع، انت دفعت فيه قروش. وقالوا لي ارجع للزول اللي انت اشتريته منه، صح؟ هو منه؟ انت لا عارف اسمه ولا عندك رقم تليفونه ولا اخذ بياناته. واحده من الاشياء اللي احنا بنتعامل معاها بعدم احتراس تماما. انا جيت دول عرض لي تليفون، اديني رقم تليفونك، اديني عنوانك، اديني بطاقتك صورها، اكتب لي كلمتين ثلاثه منه. لو بكره انا قال لي اشتريته منه، يقول له تفضل دول اشتريتهم، ده عنوانه، ده سكنه، دي بطاقته. اقلاها. ده الزول المشتري يجب ان يكون حريص. طيب انت حتقول لي البائع ما عندي فواتير،
يا اخي ما عندك فواتير، صور لي بطاقتك، جيب لي شهادتين، اكتب لي هنا انه انا فلان، انا حسام بعت تليفون كذا 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 لفلان فلان، فلان غدر كذا، بعت تلفزيون، بعت سرير، بعت حاجه، حطها عندك كمستند. ليه احنا بنتعامل بالمستندات؟ ليه ما بنتعامل بالمستندات؟ ليه بنتعامل بطريقه سجيتنا ساكت بدون اي احتراز؟ ده المغري وده الدافع الاساسي اللي بيخلي الناس شنو تسرق وتبيع، لانه البيع بقى شو ما فيه شروط. لكن لو انت جيت قلت لي جيب لي مستند، مش مستند بتاع فاتوره، لا انت منو؟ انت البائع ليه؟ ما بدون افترض فاتوره، يعني حسام بيقول انا ما عندي مستند فاتوره، اوكي؟ لكن لو جيت ابيعه لحسام، حسام قال لي جيب لي بطاقتك صورها لي، تعالوا يا جماعه شاهدين اشهدوا انه انا اشتريت المبلغ ده بكده والى اخره، وتليفونك كم وحاجاتك كم وبيتكم وين؟ بالتاكيد لو قلت لي انا لو سارقه ما بديك المعلومات، مستحيل. صحيح. في موضوع التليفون تحديدا احنا ماخذينه كنموذج، كنموذج اي في يعني ناس حريصين جدا بيقول لك انه والله ما جبت لي الكرتونه بتاعته او صندوقه انا ما بشيله منك. بالضبط. الجانب الثاني انا برضو ممكن اشتري حاجه، يعني انت استلمت مال مسروق، انا اشتريت منك تليفون فاطمه، نعم تمام، نعم. بعدك فاطمه جات لي التليفون عندي، الموضوع ده يعني انت اخذته من الزول السرقه وانا شلته منك، اشتريت حاجه مستخدمه، نعم تمام، منك انت كبائع وانت اصلا مستلم مال مسروق بغض النظر عن انت عارف ولا لا. هنا انا برضو بيقع علي نفس الحاجه الجنائيه دي. طيب هو التليفون ده انتقل، التليفون ده انتقل او الارض أرد قلنا ما 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 المسروق، لكن نقول التلفون انتقل لأربع أشخاص. الأربع أشخاص بيعرفوا بعض. ابتداء آخر زول قبض التلفون عنده حيجيب منه الشخص شنو اشترى منه إذا بيعرفه، والشخص اللي اشترى منه حيجيب الشخص اللي اشترى منه إذا بيعرفه، لحد ما وصلنا لشنو لأول زول أربع أنفار اشتروا الموبايل. هالأربع أنفار متهمين باستلام مال. طيب ما بعرفه أنا، مشيت السوق بدارين اشتريت تلفون، اشتريت ثلاجة، اشتريت أي حاجة مستعملة. نعم. نعم. المهم في الموضوع طيب. انها مستعمله، نعم. وطلعت مسروقه ويتقبضت عندنا، تمام، ولفت طيب. لي اربع خمسه انفار قبالي، ما انت خلاص انت ما قدرت تجيب شنو الزول اللي انت اشتريت منه، صح؟ نعم. يبقى انت المتهم الان، التليفون في حياستك في يدك، والتليفون هو التليفون المسروق، وثبت في بلاغ فيه وثبت حق فاطمه، يبقى معناها شنو؟ فاطمه اثبتت انه التليفون ده حقها، بالتالي وتلقى عندك انت، يبقى انت المتهم الرئيسي. يا اما تجيب الناس تشتروا منك، يا إما إذا ما قدرت تثبت إنك أنت اشتريته بطريقة رسمية أو اشتريته بطريقة بمبلغ معروض في السوق إلى آخره، بالتالي سوف تطال عقوبتين. العقوبة الأولى هيرجع التلفون لسيده، وإنت في نفس الوقت إذا أثبتت إنه والله ما عندك علم وكل الظروف اللي سردت منها كان ظروف عادية ومعروض زيه زي الكافة وإلى آخره، هنا بتعتبر إنك أنت ما عندك علم، تبرأ، لكن التلفون بيشال منك، يبقى أنت خسرت شنو؟ إنك أنت على الزول اللي اشتريت منه ما كنت عارفه عشان ترجع عليه. دي عندنا هسه مثلا في الاراضي، لما نحصل تزوير في بيت زول والزول يكون باع البيت لزول ثاني، طيب لما نيجي الشخص المشتري اللي ساكن في البيت، ساكن في البيت، نعم. التزوير بيعتبر انه ما بني على الباطل فهو باطل، فهو باطل، فبالتالي البيت ده انت طالما اشتريته بالتزوير يبقى الشراك ده كله بيعتبر باطل، بيرجع البيت لمنه لسيده. طيب وانا اكون سلاك بيت، امشي شت زولك اللي باع لك وزعلك بالتزوير، ارجع عليه بالمبلغ اللي انت دفعته او باي تعويض انت تراه مناسبا، لانه هو اللي سبب لك في هذه الخساره. نعم، هو سبب لك. فالرجوع مثلا في البيوت، لان في مستندات، لاحظ في مستندات بتكون شنو سهله، لكن عدم وجود المستندات، عدم وجود الفواتير، يبقى الرجوع من 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 من, من المستلم المال المسروق للزول اللي اشترى منه بتبقى صعبه جدا جدا. نعم. جميل. نعم. طيب نحن عندنا الموضوع بتاع حسنية كثير جدا، يعني أنا بشتري بحسنية. الحاجة الثانية، نحن تلفون فاطمة ما حنفارقه أبدا، فاطمة سرقت التلفون بتاعها، ما عملت أي إجراء قانوني أبدا، نعم، جات بعد شهر شهرين لقيت التلفون مع حساب مع إكس إكس من الناس، قالت ده تلفوني، ده تشيل تلفونه، نعم تمام. هنا الموضوع ده كيف يحق لها إن طوال يشيل تلفونه ولا لا؟ أول تمشي تعمل الإجراء القانوني، ولا المهم انه طالما سرق؟ لانه في ناس بيهملوا الحاجه دي، استرق منك اي شيء من البيت من اي مكان، انت ما بتعمل الاجراء القانوني اول باول، لانه خلاص بيقول والله خلاص الموضوع ضاع. طيب ما دي واحده من الثقافات بتاعتنا اللي احنا فاقدينها، قلنا الثقافه بتاعت التعامل بالمستندات دي واحده فاقدينها في البيع وفي الشراء، دي واحده الثقافه فاقدينها. الثقافه الثانيه يعني ما اقدر اقول لك اسمها ليش شنو، لكن عندنا ما خلاص راح ما عليك الله نساوي ألقاه وين؟ هسه أمشي الشرطة ويتلتل ساي وأسوي 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 أنساه، وبكرة لما نلقاه يعايل ليه
ما عنده الوسيله اللي بيشيله من الزول ده، لانه ما حتى لو كان عنده صندوقه لكن ما عنده بلاغ يشيله بيه. هل الزول لو لقى حاجته عنده السلطه اللي يشيله، ولا يمشي يفتح بلاغ جديد او البلاغ المفتوح اصلا يقول والله انا لقيت تليفوني في الحته الفلانيه؟ الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي اول حاجه التليفونات دي بالذات او اي مال مسروق، انك انت بتفتح بلاغ في البدايه، ودي الثقافه اللي احنا فاقدينها بصراحه. نعم. هذا البلاغ وللاسف الشديد الناس في حاجه فاقدينها تماما، يمكن بهذا الهاتف ان ترتكب جريمه، ترتكب جريمه، وقد قد الجريمه تجي راجعه لك انت ذاتك ثاني باي طريقه ما، يعني بتليفونك المستقبل، بتليفونك المستخدم والى اخره، ممكن ترتكب جريمه. فانت لما تفتح بلاغ مش عشان القى تليفوني او عشان الى اخره بس، لا، عشان ممكن احمي نفسي ابتداء، احمي نفسي ابتداء، يعني عربيتي سرقت، هذه العربيه يجب ان نفتح بلاغ لانه والله ممكن ارتكب بها جريمه، وارد جدا، التليفون ده ممكن ارتكب به جريمه كبيره جدا، صوروا به وسودوه الى اخره، والواتساب بيكون في نفس الرقم، لاحظ دي ناحيه التقنيه، الواتساب في التليفون بيكون بنفس، انت لو عندك واتساب في التليفون وركبت شريحه ثانيه لما ترسل الواتساب بيكون شنو؟ نفس الرقم، نفس الرقم، ما الرقم في الشريحه، نعم، الرقم الاصلي بتاع الواتساب. فانا عايز اقول لفاطمه ممكن انا بالواتساب بتاعك ده ارسل رسائل كثيره جدا، لما يجي بلاغ بتاع معلوماتيه هقول لها التليفون سرق، عندك اي بلاغ موجود؟ والله لا. ما عندي بلاغ. بعد ده ممكن اثبت انه سرق بالطرق العاديه، لكن لو كنت عندي بلاغ كنت حاحمي نفسي 100%، لكن انا حكون في 50% متهم برضه مع هذا الشخص اللي استخدم التليفون. ممكن فاطمه تاخذ لها يومين ثلاثه سنين، ممكن جدا، ممكن جدا مناسبه، والحكايه دي مناسبه الناس حاسه الليله ما راح شيء، انه والله يجب ان تسحب وتفتح بلاغ الليله دي، لانه يمكن يستخدم البلاغ التليفون ده في 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 مراسلات بتاعت واتساب ويكون في جريمه معلوماتيه، هي حتكون متهمه الى ان تثبت العكس. والقانون بيقول لا، مع علمك انه علمك انك انت استخدمت هذه الاشياء الى ان تثبت العكس. حتى لو انت قفلت الشريحه، طلعت الشريحه، نزلت الشريحه، لا الواتساب التطبيق موجود، مضبوط الجهاز موجود، لانه انت ركبت شريحه ثانيه لما ترسل رساله واتساب بيرسلها بالرقم شنو؟ بالتوقيت. ودي التقنيه الموجوده، يبقى الناس عارفين الحاجه دي، ماسنجرك، صفحتك، كل شيء، الايميل، كل حاجه متاحه، يبقى كيف انك انت اصلا التليفون يكون مربوط بالايميل ما تفتح بلاغ. يبقى انا بقول لفاطنه ولغير فاطنه ولاي زول احترازا وعشان تحفظ حقك، امشي افتح بلاغ اول باول، يمكن تلقى تلفونك والبلاغ يزعفك، ويمكن تحمي نفسك بهذا البلاغ، لانه في جرائم معلوماتيه، وتغير القانون جرائم معلوماتيه لعقوبات قاسيه جدا صراحه. جميل. احنا في 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 الخواتيم عاوزين نقول انه المفروض كل الناس تستخدم السرد القانوني، لانه دي ما ثقافه عامه، ودارين نشوف كيفيه التعامل، نركز على الحته دائما اللي بيحمي كل الاطراف، البايع والمشتري ايضا. طيب، كل الدول الخليجيه والدول برا دي تعامل بالمستندات، حتى القضايا في المحاكم قضايا مستنديه، ما قضايا بتاع هيري، ما قضايا بتاع السمع. لكن احنا في السودان بصراحه شديده جدا، يعني نحن هسه قاعدين ننصح 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 الكلاينتس بتاعتنا حتى في التعامل العادي، نقول للزول يا اخي انت ما انا، ما بعمله انا ما تفترض انه اكس برضه شنو ما بيعمله. فعشان كده نحن يا جماعه حسن النيه ما بنقول والله يا اخي سيء الظن، لكن بنقول للناس تشتغل في الحياه دي نصك عاقل ونصك مجنون، وحرص ما تخون، ودائما خليك في انك حاجاتك ومسنداتك تكون شنو؟ متوفره 100%. في مساله البيع والشراء للاموال المتحركه دي، في دلالات كثيره الان اصبحت، في موبايلات كثيره، فترينات كثيره الان اصبحت، اذا عايز تبيع موبايلك برضه بيعه بشنو؟ بمستند رسمي، تكون عارف بعته لمنه، اذا استخدم بعد ما بعته عشان تكون عارف انك اذا عايز انت بعته، خليك من حتى لو زول اشترى منك، قال لك انا ما داير انت بيعه، واذا اشتريت حاجه يجب انك تكون حذر جدا، انك لازم تعرف من هو الشخص اللي اشتريت منه، ولازم تعمل لك ورقه مستند، لان المستندات حتبقى وانت حتسحب. ده جانب. الجانب الثاني، اي زول ضاعت منه حاجه، سرقت منه حاجه، يجب ان يبلغ فورا، وهذا البلاغ هو الضامن الوحيد، هو الضامن الوحيد لشيئين، لانك اذا لقيت مالك يرجع لك يسترد لك بسرعه، والضامن الثاني هذا المال المسروق الحمايه الاساسيه والاوليه والاهم، إذا ارتكبت به جريمة ما في شيء بينفعك إلا هذا البلاغ، وده الشيء الاحتمال الوارد والأكبر في ظل العولمة الموجودة، في ظل التكنولوجيا العالية، في ظل وفي ظل وفي ظل. وكثير جدا هسه بنشوف إنه في ناس بيبيعوا موبايلاتهم وبتم استرجاع بصور كانت عندهم، ممكن تكون صور كمان حقات أسر في البيت،
وممكن تنتشر، وأدت إلى إنه في أسر تفرتقت بهذه الأشياء. نعم، نحن والله يسعدنا بك جدا أستاذ عماد الدين جلجال الخبير القانوني، وإن شاء الله نلتقي في مساحات قادمة، لأنه في كثير جدا من الموضوعات محتاجين إنه الناس بصورة عامة تكون قريبة لها والناس تعرفها، لأن هذه ثقافة قانونية محمودة. فالقانون ما بيحمي زهر المعرفة الحاجة. نعم، أنا دار أطمن برضو كل الإخوة في التلفونات بالذات، يعني أنا شخصيا سرق تلفون مني قبل كده، لكن عملت نشرة. النشرة دي حتى لو ما كنت حافظ سير النمبر بتاع التلفون، ممكن التلفون برضو يرجع بشنو بهذه النشرة. تلفونك رجع؟ حيرجع. أسيح كنت تخيلتك تقول لي إنه رجع عشان أطمن فاض. لا حيرجع. أنا فاهم هو واسطة فاهم حيرجع. أنا قلب مبيض تجاهه لكن مرة حيرجع. نسأل الله ذلك. شكرا جزيلا. شكرا لكل المشاهدين، شكرا لكم كثير، ونتمنى إنه الناس يعني تأخذ بهذه النصائح، ومن الليلة تبقى جادة في إنه توثق حاجاتها، وتبقى جادة إنه المسردات مطلوبة والبلاغات مطلوبة والحماية القانونية قبل كل شيء مع وجود التكنولوجيا العالية. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عماد الدين جلجال الخبير.